إن هو الرجل متى تكذب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك واسره البرنامج والمشاهدين الكرام. هو طبعا متى تكذب؟ الاجابه ما ينفعش تبقى من عندي ولا تبقى من عند حد من البشر، لان ربنا اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء بنت يزيد في سنن ابي داود انه لا يحل الكذب الا في احدى ثلاث، في ثلاث مواطن فقط هم الكذب فيهم حلال، الكذب الحلال، غير كده ما ينفعش نكذب خالص. كمروءه وكإنسانية وكطباع طيبة نتجنب الكذب. طيب، ثلاث حالات: كذب الرجل على زوجته، حط شرطة ليرضيها مش على الإطلاق. يبقى كذب الرجل على زوجته ليرضيها. خلي حضرتك عشان دي النقطة دي عايزين نفسرها للناس. جميلة. جميلة. جميلة جدا وإيجابية. إيجابية جدا. دي معناها إن هو بيتودد إليها وبيجملها ونحو ذلك. طيب. الثاني الكذب في الحروب. طبعا واجب على الذي انتمى الى بلده ويحبها يحافظ على اسرارها، طبعا لا يفشيها. فهنا الكذب ليس حرام. طبعا. تمام. والثالث من الجميل من سماحه الشريعه الاسلاميه ان ليس الكذاب الذي ينمي خيرا ويصلح بين الناس. انا مش هينفع اوصل لحد شتيمه لي او نحو ذلك، لا انا اقول له لا يعني انتوا بينكم خير، لا هو ما شتمكش. انا برضه انت كنت قاعد مش فاهم تقول له لا مش شتمكش، عشان برضو بعض الناس بتفتكر ان انا لما لا انا اقول الحق، لا انت بتقولش يقول مثلا لا اعرض الموضوع اعرض الكلام بحيث ما يبانش المعنى، لا هنا الكذب الصريح حلال. يقول شتمني اقول له لا ما شتمكش رغم ان انا سامع الشتيم. وتاخد ثواب كمان. يعني تمام. تكذب وتاخد ثواب. دي الحالات ده كله جنابا برضو للخداع. يعني يكذب على زوجته ليرضيها لكن لا يخدعها. ازاي؟ يعني يقول لها انت جميله جدا، ما تبقاش هي وحشه والناس هتشوفها وحشه ولا جميله. ده خداع كده هيوقعها ان الناس هتقول عليها وحشه. طبعا. لكن هو عايز يوصل لها ان انت عندي جميله جدا جدا جدا. ممكن انت جميله في عيني.